ولابد من أن نعترف بأن جهات أخرى أيضا تعمل بطريقة أسوأ. وزارة التربية الوطنية الآن مع الوزير الحالي تسارع في فتح ما يسمى نوادي التسامح في الثانويات والإعداديات في المغرب. ولست أدري ما حاجتنا نحن إلى نوادي التسامح. هل نحن نازيون؟ هل نحن ألمان؟ هل نحن أراذل فرنسا الذين تحت الحكم النازي عدموا اليهود؟ نحن المسلمين عموما والمغاربة خصوصا الذين حموا اليهود وآووهم وأكرموهم وإلى اليوم، إلى اليوم رغم كل ما يجرحنا في فلسطين نحن لا نمد اليد بالسوء ولا حتى الأصبع بالإشارة لأي يهودي عندنا في المغرب. فلست أدري لماذا يسارع وزير التعليم إلى فتح نوادي التسامح وكان علي أن ينصح نظيره في إسرائيل أن يفتح هناك نوادي التسامح ليعلم الصهاينة شيئا من التسامح. وقد سمعتم من الأخت حنان الإدريسي ما يسيل له القلب دما والعين دمعا ساخنا من معاناة الفلسطينيين. إذن نحن اليوم وأبناؤنا مهددون بثلاثة أغوال، وأغوال كلمة عربية فصيحة وردت في الشعر الجاهلي. أنياب أغوال زرق جمع غول. نحن مهددون وأبناؤنا بثلاثة أغوال تفترس داخلها قطة وديعة اسمها الأسرة، الذاكرة المتقوبة وغسيل المخ والعقلية الاستهلاكية. هذه ليست مهمة أسرة وحدها، هذه مهمة الدولة، مهمة المجتمع، مهمة الأحزاب، مهمة النخب، مهمة النقابات، مهمة المجتمع المدني، مهمة الحركات الإسلامية، مهمة الحركات الوطنية، مهمة وسائل الإعلام، مهمة الوزارات الأربع التي لا أمل من تصنيفها أنها الوزارات التي تهتم ببناء الإنسان معنويا. عندنا وزارة الفلاحة مهمتها ملء بطن المواطن، ووزارة الصحة مهمتها الحرص على سلامة عضلاته، لكن وزارة التعليم، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الأوقاف، هذه الوزارات الأربع مهمتها العناية بالإنسان معنويا. لكن اليوم بعض هذه المؤسسات استقال من هذه المهمة، وبعض هذه المؤسسات أصبح معاديا لهذه المهمة. ألا ترون التلفزيون المغربي؟ وقد قلت هذا لوزير الثقافة قبل يومين فقط في البرلمان، ولعل مداخلتي تنتشر بينكم الآن أرجو ذلك، عندما قلت له إن قناة الأولى والثانية وكثير من القنوات باسم تمغربيد لم تعود تقريبا تفعل شيئا إلا التركيز على علاقة المغرب بفلسطين عبر يهود المغرب أي بإسرائيل، حتى إني عرضت عليه نسخا وأهديتها إياه من مجموعة كتب أعدتها ونشرتها وطبعتها المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير تحت عنوان الذاكرة الفلسطينية المغربية المشتركة، وهي كتب وندوات وأبحاث قيمة جدا بطباعة فاخرة وثمن رخيص لها مهمة واحدة، هو التذكير بالعلاقات المغربية الفلسطينية منذ صلاح الدين الأيوبي وما قبل صلاح الدين الأيوبي إلى اليوم، بل إن أحد هذه الكتب الثلاثة مخصص للشهداء المغاربة الذين استشهدوا في فلسطين في العصر الحديث 1948 1967 1973 إلى آخر. أحد المجاهدين المغاربة توفي مؤخرا بعد عمر طويل وترك لنا مذكراته اجتهد في أن أذكر اسمه لأنني في حالة من الإجهاد المطبق. حكى لي شخصيا عندما جمعني به أحد إخوة جزاه الله خير
قال لي ذهبت إلى مصر سنة 1948 لأتسجل في جامعة القاهرة وأدرس، وقد حصلت على البكالوريا وأنا متبخبخ بالحصول على البكالوريا في سنة 1948. ذهبت أزور الشيخ المجاهد أمير عبد الكريم الخطاب، وكان لتوه قد تسلل بطريقة أسطورية وطولية من سفينة كانت تنقله من منفاه السحيق 23 عاما في جزيرة لاريونيون إلى السويد، أظن كانوا يفاوضونه بين السويد والسورية، فهربوا المجاهدون فأدخلوه إلى مصر وبقي هناك إلى أن توفي بها سنة 1962. ذهب يزوره فقال له لما جئت إلى مصر؟ قال لأدرس في جامعة القاهرة. قال لا، تدرس السنة التي بعدها أو التي بعدها، الآن تذهب إلى فلسطين لتقاتل مع إخوانك، لقد تم إعلان قيام دولة إسرائيل. فذهب من مصر إلى غزة على قدمه وقاتل في غزة، ثم قطع فلسطين وصحراء النقب على قدمه وقاتل في القدس، وكتب له أن يعود إلى القاهرة وأن يدرس وأن يتخرج وأن يأتي إلى المغرب وأن يجاهد وأن يعتقل وأن يحكم بالإعدام ولا ينفذ فيه لأنه جاء الاستقلال، ثم عاش إلى أن توفي هذه السنة. فقلت للوزير هذه كتب تعرض لمثل هذه النماذج، دلال المغربي التي فجرت باصا بعد أن نقلت إليه طائرة المختطف واستشهدت مع 38 صهيوني، وجن جنون إيهود باراك الذي كان الأخ كتب لي أسفل الشاشة الهاشمي الطود، نعم جزاك الله خيرا، إنه الهاشمي الطود الذي حكى لي شخصيا هذه القصة وحكاها الصحافة وحكاها في مذكراتي، أنه دخل على قدمه إلى غزة وجاهد في فلسطين شرقها وغربها بتوجيه من المجاهد الأمير عبد الكريم الخطابي. قلت للوزير إن مهمة وزارة الاتصال أن توجه، طبعا وزارة الاتصال الآن ليست قطاع مستقل ولكن هي تحت وصاية وزير الثقافة والشباب والرياضة، إن مهمة قطاع الاتصال أن يوجه التلفزيون المغربي لكي يربط الصلة الصحيحة مع فلسطين وهو أمثال هؤلاء، لكن يبدو اليوم أن التلفزيون المغربي يعمل بطريقة مضادة